السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ليس معنى أنك تطيع الله في رمضان فإذا انقضى رمضان أطلقت العنان لجوارحك في معصية الله تبارك وتعالى. ليس معنى أنه إذا أقبل رمضان أقبلت على المساجد ثم إذا تولى رمضان هجرت بيوت الله تبارك وتعالى. ليس معنى أنه إذا أقبل رمضان أقبلت على قراءة القرآن فإذا تولى وانقضى هذا الشهر هجرنا كتاب الله تبارك وتعالى. من فهم هذا الفهم ففهمه سقيم، ومن تصور هذا التصور فتصوره خاطئ لا بد أن نستمر ولا بد أن نواصل في عبادة الله وطاعته سبحانه. إنما جعلت هذه المواسم للزيادة والاجتهاد، ثم تواصل بعد ذلك العبادة والطاعة إلى أن يأتيك الموت، إلى أن يأتيك اليقين، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، فالعمل ينقطع بالموت، والعبادة تنقطع بالموت، والطاعة تنقطع بالموت، لا تنقطع بانقضاء رمضان ولا تنتهي بانتهاء رمضان. رمضان ينقضي ويفوت، وأما الله عز وجل فهو حي لا يموت. فاستمر يا عبد الله في عبادته وطاعته حتى يأتيك اليقين. الموت قريب والعمر ينقضي سريعا كما انقضى رمضان سريعا، فلا يأتينك الموت إلا وأنت على حال حسنة.